عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر إن شاء الله في سلسلة كيف تعلم ابنك قراءة اللغة الفرنسية بكل سهولة وإتقان. إذا هذا الفيديو الثاني، والحروف اللي شفنا البارح بعض منهم، شفنا حرف السين، شفنا حرف الغين، ما عرفتش شفنا ولا ما شفناش، المهم بأساس الحروف هما قدامك ناخذهم بهم اليوم إن شاء الله. حرف الميم، النون، والدال، والجيم، والطاء، وهذا حرف بي. بي يعني إذا استعملتي هذا مع أ أو مع الفتحة نسميوها با، ياك؟ وبيه باش كنعملو حنايا بابا، ياك؟ مزيان. هذا من ناحية، من ناحية أخرى، إذا نخليو هنايا حرف بي. من ناحية أخرى كاين واحد القضية مهمة جدا، حنا غنطرقو لها دابا شوية، دابا نحاولو نقراو هاد الكلمات هادو. إذا أول كلمة عندنا هيدا، يعني حرف الأول الحرف الثاني، الحرف الأول إذا شفت شنا عليه هنا غنجبر هو، يعني ما عندناش هنا ولكن كنا شفنا قبل، هذا حرف الباء، ياك؟ لأن يعني أول حرف فرنسي أ بي سي دي، ياك؟ فالحرف الثاني هو بي، إذا غيكون هنا با. هذا حرف النون ما عنده الفتحة، إذا غيكون نا. هذا الحرف الأخر اللي هو النون وعنده هادي، هذا إذا جا في الأخر دائما كيجي السكون، يعني غادي نقراو هنايا با نان بانان، ياك؟ فهاد الحرف هذا إذا جا في الأخر ديال الكلمة دائما كيكون المعنى ديالو السكون. مزيان. إذا شفنا الكلمة الثانية عندنا هيدا، إذا هادي حرف النون مع الفتحة غادي نقراوها نا. هذا حرف الجيم، ياك؟ مع الفتحة، مع ماشي مع الفتحة، هذاك مع الكسرة، ياك؟ إذا هذا مع الكسرة، إذا نقراوها جي. وهذا الحرف هذا مادام هو بوحدو في الأخر، بوحدو في الأخر، فكنقراوه بالسكون دائما. إذا جبرتي شي حرف كنقراوه ماشي كنشكلو بيه، كنقراوه كيبقى في الأخر بوحدو كيكون السكون، بحال اللي قرينا البارح إذا دعقل مال، ياك؟ كنا كنعملو السكون، ياك؟ فهنا قلنا نجيب. مزيان. نمشيو للحرف الكلمة أخرى. الحرف الأول إذا تعقل عليه من البارح كان هو حرف الكاف، كا. مزيان. هذا حرف الغين، وعندنا هنايا عملنا له الكسرة، إذا غي. وهذا حرف الميم، ياك؟ وما عنده والو، إذا السكون، إذا نقراوه كريم. مزيان. شوفوا آخر كلمة اللي هي حرف الفاء، ياك؟ داخل حرف الفاء هذا البارح قريناه مع الفتحة، إذا فا. حرف الغين، ياك؟ مع الكسرة، إذا نقراوها غي. حرف هذا الدال مع هدف الأخير قلنا دائما كيجي المعنى ديالو السكون، إذا الدال بالسكون، إذا نقراوها فا غيد، يعني فريد. مزيان. نزيدو حاجة أخرى إن شاء الله. داخل على هادي المعنى ديالها كان هو الواو، ياك؟ إذا حرف هذا الحرف هذا الأول اللي هو في، حرف في، ياك؟ إذا دائما كيكون بالسكون كيكون مورا هاد وا، إذا غادي يكون فوا. مزيان. هذا حرف السين، هذا حرف السين، دابا كنقراو هادي حرف السين مع وا، إذا غادي يقرا سوا. مزيان. حرف ندوزو هنا، حرف هذا اللي هو حرف الدال مع وا غتقرا دوا. مزيان. اذا هذا حرف اللام مع هذه اذا تقرا اللوا، حرف الدال هذه معوده مع هذه غتقرا دوا، وهذه حرف الغين مع هذه غتقرا غوا. مزيان. اذا عودناهم فوا هذه، سوا هذه، دوا، لوا، عاود ثاني دوا، غوا. ممتاز. ندوزو لحاجة أخرى. إذا شتي هاد التلاتة هادو، واحد، جوج، ثلاثة، أولا تعلمو نقراهم لو، لا، لي. هادو عندهم قواعد خاصة بهم، لهذا ما كيبقاش فيهم، ما كيبقاش هذاك المعنى ديالو السكون، وهاد جوج هادو ما كيتقراوش مرة، كيرجعو غير الكسرة، ياك؟ لهادي لو، لا، لي، لو، لا، لي. مزيان. هادو ثلاثة بيهم كيعنيو الألف واللام اللي كاين في اللغة العربية. يعني إذا قرينا هاد الكلمة هادي، هادي دابا عاد قريناها، ياك؟ غوا.
وهذه خلونا لو غوا. غوا هو الملك ياك، وما دام عندها لو اذا غيكون الملك. مزيان، سوا هذا في الاخر وحديته ما عنده الغين، في الاخر ما عنده والو، اذا غيتقرب السكون. ومع هذه قلنا اللي هي لو ياك، لو سوار. مزيان، لو سوار هي ال لان عندها لو، مساء المساء العشية. مزيان، نزيدو ان شاء الله. شوفوا حاجة اخرى، غادي نشوفوا فعل مونجي. هذا الفعل مونجي اللي المعنى ديالو اكل، اكل. الافعال خصك تقراهم كيف ما هما، مش نتعلمو نقراها. اذا قريتي الميم مع الفتحة كتقراها ديناما، ولكن اذا جات موراها النون، يعني هاد الفتحة هادي جات موراها النون كترجع الضمة. مون مون هذا حرف الجيم، هذا حرف الجيم اللي هو هنا حرف الجيم، ومور في الافعال الحين كيكون مورا هاد جوج ديال الحروف اللي هي او ار، هادو كيرجعوا للكسر، الكسر يعني في هاد اللحظه هادي هنايا رجعت الكسر، هادي الكسره. اذا مونجي 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 المعنى ديالها هي اكله، مونجي مونجي اكله. مزيان، نزيدو نشوفو حاجة أخرى. إذا عندنا هذا فعل أكل اللي هي مونجي، أكل وكتقرا مونجي. ونشوفو شنو عندنا هنا. أول جوج الحريفات جو، ثاني جوج الحريفات تي إيل إل. نعاودوهم، جو تي إيل إل. جو المعنى ديالها أنا، تي المعنى ديالها أنت أو لا أنت، أنت ولا أنت. إيل معنى ديالها هو، إل معنى ديالها هي. إذا أنا دوخ بين المسائل الأساسية واللي خصها تحفظ، جو أنا، تي أنت ولا أنت، إيل هو، إل هي. نزيدو، عندنا هاد الفعل مونجي كيفاش كيتصرف. كنقولو جو مونج، هيدا كتحفظ، تي مونج، إيل مونج، إل مونج. اذا بالنسبه لي كان ضروري ما تتعلم تكتب، فخصك تعقل جو كيجي في الاخر ديالها او، تي كيجي في الاخر ديالها او اس، ودائما ايل كيجي في الاخر ديالها او، وال كيجي في الاخر ديالها او. الحاجه الوحيده اللي هي خاصه هنا هي تي كيجي في الاخر ديالها او، او اس. مزيان، مع العلم بان هاد القاعده كتكون غير مع الافعال اللي في الاخر ديالهم او ار، الافعال اللي في الاخر ديالهم او ار، وكيتسموا المجموعه الاولى برومي جروب، المجموعه الاولى. مزيان، اذا نعاودو نقراوهم، جو مونج، تي مونج، إيل مونج، إل مونج. جو مونج، تي مونج، إيل مونج، إل مونج. ركز غير على هادو ماشي تحفظو، وديك الساعات اخرى مونج مونج مونج، جو تي إيل إل. مزيان، نزيدو شي حاجه اخرى موراها. هادي خصنا نقراو هادشي اللي هنا كامل. هادي قلنا حرف اللام مع الفتحه، اذا لا. هاد الحرف هذا حرف بي تدخل عليه مع الضمه بو، جوج الميم بحال اللي كاين واحد ماشي مشكل. هذا في الاخر داخل شنو قلنا كيكون، كيكون السكون. اذا هذا الميم بالسكون. اذا عاودنا قرينا هادشي كامل، لا بو م السكون، لا بوم. لا بوم معنى ديالها هي التفاحه. اذا نقراو اللي تحت منا، لا هذا حرف الباء، با هذا حرف النون، نا هذا حرف النون بالسكون. هادي سواقنا خريناها، لا بانان. مزيان، لا بانان الموز، مادام لا وحده اذا الموزه. لو كنت عملت انا لي بانان وعمل اس الاخر ديال الجمع، غادي يكونوا لي بانان بزاف ديال الموز. ياك عندي هنايا حرف الكاف مع هادي كا، حرف الغين مع هادي غي، والميم بوحديتها كتعني السكون، كريم كريم. حرف الفاء مع الفتحة فا، الغين مع الكسرة غي، والدال بوحديتها سكون فغيد. نون مع الفتحة نا، الجيم مع الكسرة جي، والباء بوحديتها سكون. إذا نجيب. هذه الطريقة كيفاش أننا نتعلمو السلام. هادو الأسماء اللي أنا نستعملوهم دابا شوية، كريم وفريد ونجيب. مزيان، وهذه لا بوم اللي هي تفاحة، لا بانان اللي هي الموزة أو البانان. نزيدو شي حاجة أخرى. إذا كاس عندنا الفعل مونجي اللي هو أكل. مزيان، دابا غادي نقولو هاد الاسم هذا
كي يأكل هاد الحاجة هادي. حاول تقراها بوحدك. عادة دابا خصكم قريتيها، نحاولوا نقراوها ما عطيتنا. كريم مونج لا بانان، إذا المعنى ديالها كريم كي يأكل البانان. مزيان، قرا هادي، هاد آخر كلمة يمكن ما تقدر ما تعقلش ما تفهمش تقرا، غادي نقرا لك شوية. إذا نقراو من الأول ما عطيتنا. فاغيد مونج لو بان، لو بان هي الخبز. إذا فريد كي يأكل الخبز. مزيان، نجيب مونج لا بوم، لا بوم هي تفاحة ياك. إذا نجيب كي يأكل تفاح. إذا هنا كان هو آخر تمرين في الدرس هذا إن شاء الله عز وجل. إذا نتلقى إن شاء الله في الدرس المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.